توفي الإعلامي المغربي الكبير عبد الفتاح الحراق صباح يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري بمدينة الرباط بعد صراع مرير مع المرضى. ويعد الراحل من الإعلاميين البارزين في المغرب بعد أن سطع نجمه في سماء الوصف الرياضي بالإذاعة الوطنية. وسبق للراحل أن قام بتغطية العديد من الأحداث الرياضية سواء داخل المغرب أو خارجها. وعرف الحراق بصوته الذي يشد إليه ملايين المستمعين على امتداد سنوات طوال عبر أثير الإذاعة الوطنية، خاصة حينما يكون واصفان لمقابلات المنتخب الوطني وأيضا منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم.